قدم لكم هذا البرنامج برعاية جازي. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية كومدوغ. سارة فوتي حالك تفوت. البيت يلي ما فيه رواد الصايع حقه شو اخي؟ ضايع. ما سمعت. ضايع اخي. حسك انت اللي ضايع. شو هاد؟ حمراء طويلة تدخني. انت شو عم تعمل هون؟ جيت على بالي احمد ابي انساها وما ابي ما تفكرنيش فيها. على كل حال اسمح لي نبيل. اوكي. بستغرب من الناس اللي بتكون الحقيقه قدام عيونها مثل عين الشمس وما بتصدق. وانت واحد منهم يا وابراهيم الخليل ابي. وأنا عشت ومت على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اتصلت فيك لأسألك شو سبب اتصالك مبارح يا عم. أنا ما فهمت عليك منيح يا نسيت. ما أكذبش عليك صوفي، بس راح ندمت كي عيت لك البارح. حلو، برافو. طافي، في بعض الحالات الإنسان يكون في حالة ضعف، وفي هذه الحالات بالضبط نعود نشوف العلاقات الإنسانية باللي ما تدومش. هاد رشيد اللي بنعرفه. ترك ايدي وبعد عني. غطرش حظك من شعرك قدام العالم والبناء عليك العالم. ها استحي على حالك ومشي معي. بعد عني وجعتني.